رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم إن شاء الله نتكلم على واحد ما نعرفش نسميوها ظاهرة ولا مشكلة ولا موضوع، لا، وأنه منذ سنوات، هذه واحد 7 سنوات ولا 6 سنوات، لما يصل شهر رمضان كيبدأ واحد الشباب مغاربة واحد الحملة في الفيسبوك، ينشئون صفحة وكيبداو كيدشنوا واحد الحملة كيسميوها ما صايمينش. والمطلب ديال هاد الشباب، وهم شباب مغاربة، يطالبون بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي اللي كتجرم الإفطار العلني في رمضان بالنسبة للمسلم المعروف بإسلامه، المسلم اللي معروف بالإسلام ديالو، إلا فطر في شي مكان علني أو وقع في هذا الإفطار العلني، المفروض أن القانون كيحكم عليه بواحد الشهر إلى 6 أشهر سجنا، بالإضافة لواحد الغرامة. فإذا هاد الشباب يناضلون ضد هذا الأمر ويدعون إلى موضوع الإفطار العلني أو ما يسمونه حق الإفطار العلني في رمضان. وفي الحقيقة أغلب الناس يعني بحال هاد المطالب هذه وبحال هاد الأمور تستفزهم كثيرا، ولكن يعني لا داعي إن شاء الله للقلق ولا داعي لردود الأفعال. هادو شباب مغاربة وهادو شباب في مقتبل العمر محتاجين ليفهم الدوافع ديالهم واللي يتحور معاهم أكثر من أن اللي يجرمهم واللي يسبهم واللي كذا. فمعنا ما نديرو بالسبان ولا، احنا محتاجين أن نحاور هؤلاء الشباب. وفي طال الحوار مع هاد الشباب أنا أقول لهم أول شيء، هذا الموضوع أنا في نظري عمليا ماشي مشكلة، هذا الموضوع محلول عمليا، ولكن المشكلة أن هؤلاء يريدون أن يكون هذا الأمر علنيا، بمعنى هما ما كيحسوا بالحرية ديالهم وبالتعبير على دعوتهم إلا إذا خرجوا الفضاء العام للإفطار. وهنا يسمحوا لي هاد الشباب أن نقول لهم أن هذا سلوك يعني ليس من الحرية في شيء، ليس من الحرية في شيء. علاش؟ لأن الناس اللي نظروا الحرية بمعناها الغربي، الفلاسفة، فلاسفة الأنوار، وهم ينظرون مفهوم الحرية، أدركوا أنه لا بد من ضبط هذا المفهوم باش ما يوليش فوضى. لأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، الحرية المطلقة لا تعني إلا شيئا واحدا هو الفوضى، فلا بد للحرية من ضوابط. ولذلك الآن إلى أي واحد بغى يتصرف الفضاء العام كما يحلو له وكما يحب هو، أتولي الفوضى في الفضاء العام. إلى أي واحد بغى يتصرف في الفضاء العام وبغى يدير في الفضاء العام أي شيء بداعي الحرية، غادي تولي الفوضى. وحتى في المجتمع الغربي ما كانش بحال هذا الشيء. يعني معروف أنه مثلا في المطارات الغربية وفي المرافق العمومية وفي الفضاءات العامة كتكون أماكن محددة للتدخين. فهذاك المدخن لما يعزل في هذيك الغرفة ولا في هذاك الفضاء العام وكيدخن، واش غادي نسميو أن هذاك تقييد للحرية ديالو أو إلا ضبط للحرية ديالو؟ ففي نظري هذا ضبط لحريته، هذا ضبط لحريته وليس تقييدا لحريته وليس إلغاء لحريته. ثم إن هاد الشباب يطالبون من أن المجتمع يحترم المشاعر ديالهم ويحترمهم وكذا وكذا. السؤال يطرح عليهم، واش هما كيحترموا المجتمع؟ واش هما كيحترموا المجتمع؟ فما يمكنش أن نطلب من المجتمع كله بأكمله بالملايين يحترم رغبات واحد الأفراد واحد القلة معدودة، في حين أن هاد القلة وهاد الأفراد لا يحترمون الشعور العام وما كيحترموش الذوق العام وكيتحداو مشاعر المجتمع. يظهر أن هاد المسألة ماشي سليمة، هاد المسألة ماشي سليمة. ثم إن الناس اللي كيجيونا من الغرب وهم متشبعون بقيم الحرية بالمفهوم ديالها الغربي، عجيب أن السياح اللي كيجيو عندنا في رمضان فيجدون الناس صائمين
الكثير منهم يمتنعون عن الأكل في الفضاءات العمومية احتراما للشعور العام وللذوق العام، بل كثير من السياح يصومون كيصوموا مع المغاربة احتراما للذوق العام. أخيرا، أنا يبدو لي والله أعلم أن هذا الشباب، هذا ظني، أن هؤلاء الشباب لا يحتجون على رمضان ولا على الصيام، إنما يحتجون على المجتمع بأكمله. كيحتجوا على المجتمع علاش؟ لأنهم كيحسوا أن هذا المجتمع ما عطاهمش حقهم المادي والمعنوي. هاد الشباب ما حصلوش حقهم يعني من الشغل، حقهم من التعليم، حقهم من الصحة، حقهم من العيش الكريم، وهذا الشيء كيدفعهم إلى ردود أفعال. أيضا هؤلاء الشباب وهم ضحايا ديال واحد المجموعة ديال الأفكار المسمومة التي يروج لها البعض، بعض الناس اللي لا هم لهم ولا شغل لهم إلى الترويج لبعض السموم ولبعض الأفكار التي ليست من ثقافتنا وليست من هويتنا وليست من سياقنا التاريخي والحضري، فكيروج لها فيقع هؤلاء الشباب ضحايا. السؤال الآن، شنو هو المعمول؟ شنو هو الحل؟ أنا في نظري الحل ماشي هو الإدانة، ماشي هو السب، ماشي هو القسوة على هؤلاء الشباب. في نظري الحل جوج ديال الأمور. الحل أولا واحد الحل اجتماعي اللي هو ضمان الحد الأدنى من الكرامة، من التكريم المادي ومن التكريم الاجتماعي، انتشال هؤلاء الشباب من براثن البطالة، ضمان فرص شغل لهؤلاء الشباب وفرص التعليم وفرص العيش الكريم. والأمر الثاني، خصنا نتحاوروا معهم وخصنا نقنعوهم، خص يكون فضاءات ديال الحوار. وبهذه المناسبة أنا أدعو العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، إلى النزول من أبراجهم العاجية. خصهم يخرجوا من المكاتب ديالهم ويخرجوا من الفضاءات ديالهم المغلقة إلى الميدان وإلى الشباب، باش يتحاوروا مع الشباب وباش يحلوا مع مشاكل الشباب. وهذه هي التحديات وهي المواضيع التي تحتاج اليوم إلى نقاش وإلى تداول وإلى حلول. ما يبقاوش العلماء يتحدثون عن الغسل والتيمم والقضايا الهامشية على أهميتها، ولكن راه كاينه أولويات. ما خصناش نتغاضوا على التحديات الكبرى، وشبابنا تلتهمه التيارات المنحرفة، التشيع والتمصير وعبدة الشيطان والانحرافات المختلفة. صلى الله تعالى لشبابنا التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله تعالى أن يردهم إلى دينهم وإلى هويتهم وإلى وطنهم. وبهذه المناسبة نقول لهم واحد الكلمة صدق، أننا بحاجة إليهم، وطنهم بحاجة إليهم، وهم أبناء هذا الوطن ونحن ما مستغنينش عليهم، وما نبغيوش أنهم يكونوا يعاكسون المجتمع وكيعاكسوا الأمة ديالهم، وبالتالي واللي الناس كينظروا لهم واحد النظرة سيئة وتولي هذيك النظرة كتعذبهم وكذا إلى غير ذلك. أسأل الله تعالى السداد والتوفيق والرشاد للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.